قامت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية سكيكدة على غرار باقي مديريات الوطن بفتح عدة مناصب في مجال أو في نمط التمهين، في النمط الحضوري، كذلك كتكوين معماري، كدروس مسائية، وفي مجال المرأة الماكتة في البيت أو في الوسط الريفي، وحتى بالنسبة لتكوين المساجين وكذلك المستفيدين من منحة البطالة. بلغ عدد المناصب المعروضة بمناسبة هذه الدورة 11211 منصب بيداغوجي لشباب ولاية سكيكدة. فقد تم كذلك فتح تخصصات جديدة تتماشى والطابع التنموي للولاية، منها في مجال الفلاحة كتربية الأبقار، تربية الدواجن، كذلك استخراج زيت الزيتون، كذلك مراقبة وتعبئة منتجات الحليب. هناك منصة تسمى رقمية، منصة مهنتي يتم عبرها تسجيل التسجيل ثم إيداع الملفات على مستوى مكاتب الاستقبال والتوجيه على مستوى المؤسسات التكوينية. الإقبال يعني راه يعني إقبال مليح، يعني وصل حتى تعدينا 50% من طالبات التكوين، وما زالت الأبواب راهي مفتوحة عن طريق يعني هذه الحملات التحسيسية لي يعني استهداف الشباب أو أولياء الشباب. نحن هنا في الحملة التحسيسية الإعلامية الخاصة بالمقاطعة واحد، مقاطعة سكيكدة، من أجل التعريف بالتخصصات الموجودة في معهد السياحة لدورة سبتمبر 2024، كذلك من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب الراغب في التسجيل والتعريف بالمعهد